في سلبيات وفي ايجابيات. شايفه ايجابيات لطيفه لكن برضه شايفه سلبيات طبعا. اتمنى اختيار الشركات المنظمه تبقى يعني مختلفه عن كده. انا شايفه المنظمين يعني واقفين يلا بينا الحقيقه شايفيننا وعارفيننا ومع ذلك ما كانوش بيساعدونا في اي حاجه عادي يتصوروا بس. ما اتمناش لمهرجان القاهره السينمائي ان هو التنظيم بتاعه يبقى بالشكل ده. اتمنى يبقى تنظيم احسن بكتير زي دورات الفنان عزة ابو غروب ودورات سعد الدين وهبه. يعني اتمنى على المستوى الفني بقى تقدم لنا ايه الفتره اللي جايه؟ ان شاء الله بحضر المسلسلات رمضان وبحضر المسرحيه بتاعت فريد يوسف ابراهيم نازل العراق. مسلسل ايه بقى اللي بتفضله؟ لا لسه مش عارفه تفاصيل بقى دلوقتي ان شاء الله يعني خلال ايام كده هيبان باذن الله. بس وقعتي خلاص؟ يعني على وشك. بالنسبه للسينما او والله السينما لسه شويه. مش اي حاجه تحب تقوليها في وتواجدك في المهرجان؟ هتحضري الافلام؟ طبعا انا حقيقي حابه ان انا احضر افلام. عايزه اتفرج طبعا على فيلم يوم الستات. عايزه اتفرج على مجموعه كبيره من الافلام. يعني الايام اللي جايه ان شاء الله هتبقى ايام نشيطه شويه بالنسبه لي وفرصه ان انا اتفرج على افلام ما بنلحقش نتفرج عليها الا في المهرجان. بشكرك جدا.